اجيب شي يجلعهم. عرفتوه، هذي مامتع الحسيبة، هذي عاد النهارات هذي سمع بشغلة، هذي عاد هذي النهارات. أما سامحوني مش نمشي لخاطر خليهم يجوني يقولوا لي من أين لك هذا؟ محمد أمين العرفاوي أصغر كوميدي في تونس، مستقبل كبير ينتظره في عالم الكوميديا إن شاء الله يا ربي. ها ضحكت، غير ضحكت. باش نضيفوا لليدان، باش نضيفوا القائمة، نضيفوا القائمة. على كل هلا، نعم. شو الجديد اللي عندك؟ المهرجانات، هل هناك مهرجانات ولا؟ أنا بصراحة مهرجانات سنة لا، سنة لا. حسيت من عمي نقصت المهرجانات، أفراح خاصة عروسات وكذا. تحس اللي ربما بعدك على العاصمة ربما قلص من إشعاع هلا الهرماسي؟ والله أنا تعودت، معناها ديما بين انا من اصيل القصرين، بين القصرين وتونس ومستقره في تونس، وديما في عندي خدمه كنت متواجده في تونس، ما عنديش مشكل. تستانس وفي يوم وليله، في يوم وليله نحب نهديها لكل عشاق ورده الجزائريه الله يرحمها. الله يرحم ورده الجزائريه في يوم وليله بصوت هالة الهربس.
يا حبيبي.